زي ما هي حاجة جادة كده. ممكن طبعا لأنه برضو عندك برضو من الشعر الغنائي، هذه دي ده برضو ده اتجاهها مهم هاي، أو الشعر الجاد بالنسبة للاتجاه الثاني. وما قادر أفكر فيك وما عارف منو تدوخ جداول الموية في واديك، منو نوخ ركابه وجاك ويتحزم وصادم فيك، وهل كان ضفتك سكة؟ ولو كان نارك المشوار منو اللي بيمشيك؟ وما عارف بحر انتي، شجر انتي، قمر انتي، مطر انتي، سمر انتي، ولو كنت البحر انتي منو قال لك انا الضفة بتجري معاي؟ ولو كنت الشجر انتي منو قال لك تسويني الارض تخضري في جواي؟ ولو كنت المطر انتي منو قال لك تسويني السحاب وتصبي من عيني دموع؟ ولو كنت السمر انتي منو قال لك انا الزهجان وكل ما يوم خيالي قديم ادافر علي؟ منو البلل بيجيبك لي؟ وما عارف. يا سلام يا سلام، جميلة جميلة.